لكل اللي عايز او عايزة تخس ومش عايزة تتقيد بنظام غذائي معين، بقدم السعرات الحرارية لجميع انواع الاكل والحلويات والمشروبات والمعجنات ومخبوزات الافران والاكل البيتي، عشان انت اللي تعمل النظام الغذائي اللي يناسبك ويناسب احتياجاتك. عصير تانج مانجو، تعالوا نتعرف مع بعض على السعرات الحرارية في عصير تانج مانجو بدون إضافة السكر. طبعا بنضيف الكيس أول عبوة على لتر من الماء، المعلومات الغذائية في عصير تانج مانجو بدون إضافة السكر للمئة جرام، السعرات الحرارية 9 سعر حراري، بروتين 3/100 جرام، كربوهيدرات 2.1 جرام، دهون 0. المعلومات الغذائية في عصير تانج مانجو بدون إضافة السكر لكوب وزن 215 جرام زي ما شفنا في الفيديو السابق، السعرات الحرارية 19 سعر حراري، بروتين 7/100 جرام، كربوهيدرات 4.5 جرام، دهون 0. ولو أضفنا معلقة صغيرة لربع سكر للكوب، المعلومات الغذائية في عصير تانج مانجو بإضافة سكر للمئة جرام، السعرات الحرارية 17 سعر حراري، بروتين 3/100 جرام، كربوهيدرات 4.3 جرام، دهون 0. المعلومات الغذائية في عصير تانج مانجو بإضافة سكر لكوب وزن 225 جرام زي ما شفنا في الفيديو السابق، السعرات الحرارية 38 سعر حراري، بروتين 6/100 جرام، كربوهيدرات 9.7 جرام، دهون 0. ولو حد حابب يعرف سعرات لأي أطعمة ياريت يكتب لي في التعليقات، وانتظرونا وقيم غذائية جديدة.